انت مين؟ شادي انت متأكد ان فريد ابننا؟ لحظة، في شيء مهم اقوله لكم. والله متضايق، والله يا وجد يعني عندي قلق. ينفع تتكلمي معايا بالطريقه دي؟ ينفع تقاطعيني قدام الناس؟ شادي احنا اتفقنا ما ينفعش تفاجئني وتعرض فكرتك من غير ما تستأذني. استأذنك؟ متصل برافق اكثر من مره ما عم ترد علي. طب ما بعثت لك شي مسج عن تامر؟ يعني طلع ولا ما طلع ولا صار معه؟ بدنا نفهم. كيف فيك تكون هيك؟ شو عدني؟ شو عدك؟ انا ما بيعني انه عندي احساس. هي دي الست اللي كانت راكبه معايا التاكسي دلوقتي ودخلت القصر واديتني الفلوس دي، حتى بالاماره كانت لابسه بلوزه بامبا.